مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة، هذا البرنامج الذي تخصصه القناة للتواصل المباشر مع جمهورها لطرح مختلف القضايا وبحث الحلول بالتشارك مع الجمهور بشكل مباشر. في حلقة اليوم من برنامج المنصة نناقش في المحور الأول قضية تتصل بإحدى أهم المواضيع الخدمية وهي التربية والتعليم، وسنبحث مشكلة تأخر الرواتب وانقطاعها لشهور بشكل انعكس على العملية التعليمية. أما في المحور الثاني فسنسلط الضوء على وضع السفارات والقنصليات اليمنية ونناقش دورها في خدمة اليمنيين في الخارج. وفي المحورين ستشاركون مباشرة من خلال الاتصال المباشر وأيضا منصات التواصل المختلفة والظاهرة تباعا على الشاشة. المحور الأول كما ذكرت سابقا سنتناول فيه قضية تتصل بشريحة واسعة ومهمة في المجتمع هم المعلمين. بشكل مباشر تأثرت معيشتهم بانقطاع الرواتب لفترات قاربت في بعض المحافظات 6 أشهر، الأمر الذي انعكس على استقرارهم المعيشي والنفسي حد يمكن وصفه بالمأساوي. فماذا بعد أن يسقط المعلم مغشي عليه أمام طلابه بسبب الجوع أو أن يموت أحدهم في الشارع بينما يسعى للبحث عن ما يسد به رمق أطفاله؟ ذلك وأكثر حدث في محافظة الحديدة، ولا تزال معاناة المعلمين فيها مستمرة، وكذلك في محافظات أخرى كالمحويت وريمة وعمران وغيرها من المحافظات التي لا تسيطر عليها الشرعية. عن تأثر العملية التعليمية في الحديدة بانقطاع الرواتب نتابع التقرير التالي للزميل إيهاب حسن. بهذا الشكل بدت مدارس محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع فارغة من الطلبة بعد أن قرر المعلمون الإضراب الشامل احتجاجا على توقف رواتبهم. 6 أشهر مضت والمعلمون بلا مستحقات بعد أن صادرت حقوقهم الميليشيا وتوقفت عن دفع رواتب الآلاف من الموظفين في القطاع التربوي، غير آبهة بمعاناة الناس الذين باتوا يرزحون تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة. الإضراب الذي قام به المدرسين بسبب عدم صرف رواتبهم كان رد فعل طبيعي بسبب تدهور الأحوال المعيشية، لكن تبعات هذا الإضراب كان يتحمله الطالب بشكل أساسي، نتج عنه تسرب الطلاب إلى الشارع، وكمان نتج عنه أنه عدم إكمال الفصل الدراسي الثاني، وهذا يؤثر على سير العملية التعليمية. توقف تام للعملية التعليمية بعد أن كانت قد شهدت عودة الطلبة إلى مدارسهم، لكن في ظل سلطة الميليشيا لا حلول تذكر على ما يبدو، فالجماعة الإنقلابية التي ذهبت إلى الاستئثار بمقدرات وطن بأكمله لا تؤمن بالتعليم أو بما تمر به محافظة كالحديدة. وبتوقف العملية التعليمية يزداد المشهد في المحافظة ضبابية من القادم، وتتجه مخرجات جيل بأكمله نحو مستقبل مجهول تماما طالما استمرت الميليشيا بفرض سطوتها على هذا الجيل، ليس على الحاضر فقط بل والمستقبل. إذن تابعنا التقرير الأول حول الموضوع الأول حول تأخر صرف مرتبات الموظفين المعلمين تحديدا وتأثيرات هذا التأخر على العملية التعليمية وأيضا على حياتهم المعيشية اليومية. الأرقام ظاهرة أسفل الشاشة، بإمكانكم التواصل معنا لإبداء رأيكم حول هذا الموضوع. لدينا اتصال أول من الأخ عبد الرزاق، أهلا بك عبد الرزاق. أهلا وسهلا عبد الرزاق، تعليقك على الموضوع. بالتأكيد موضوع الرواتب انقطاع الرواتب عن المدرسين موضوع يعني مزعج جدا للكثير، وأثر بشكل سلبي على المعيشة لدى التربويين والموظفين بشكل عام والتربويين بشكل خاص. اليوم نرى المدارس الإضراب بشكل عام في المدارس والجامعات، مدارس انقطعت الدراسة فيها بشكل 90% تقريبا، بعض المدارس فيها بعض الحصص وبعض المدارس بشكل كامل. أيضا بعض المدرسين يشكون الحالة الصعبة التي وصلوا إليها من المعيشة، بعضهم لا يجدون، أصبحوا يعملون خارج إطار العملية التربوية، بعضهم في المتراث، بعضهم في
النقاط، بعضهم في الأسواق، في البسطات. يعني تخيل مدرس يشتغل في بسطة أو على متر، كيف يكون وضعه أمام طلابه، أمام الجيل الذي يفترض يا عبد الرزاق، يفترض ألا يتأثر هذا المجتمع. طيب. الآن هناك ظروف صعبة للمعلمين، وربما كثير منهم لجأوا إلى وظائف ومهن أخرى، يفترض أن لا يؤثر ذلك على وضع المعلم في المجتمع، أن يحظى بالاحترام أكثر المفروض. المفروض، لكن كما أسلفت على أنه أصبح يبدو أن فقدنا الاتصال عبد الرزاق. على العموم شكرا جزيلا لك، وأذكر بإمكانية التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الهواء من خلال البث المباشر الآن على شاشة قناة بلقيس في الفيسبوك. بإمكانكم إبداء آراءكم والتعليق حول مواضيع هذه الحلقة. وصلتنا مجموعة من التعليقات هي ما زالت حتى الآن في طور السلام. شكرا لكم أحمد عبد العزيز الهاشمي وهيثم وعمر وعمران، نحتاج أن نسمع إلى رأيكم وتعليقاتكم بشكل مباشر. نتابع الآن عن نفس الموضوع، حصلنا على مشاركة وصلتنا إلى البرنامج من إحدى المعلمات في محافظة أبيان، قالت رأيها من خلال مقطع الفيديو عن تأثير انقطاع الراتب على حياة المعلم. نتابع. طيب نبدأ بمتابعة تعليقات فيسبوك هي ظاهرة على الشاشة. الأخ محمد يقول: ما كنا نحن الموظفين الذين كنا في عام 2012 وما بعدها نتظاهر ونمارس كل أشكال الاحتجاج من أجل إطلاق العلاوات وزيادة الرواتب، نعتقد أننا سنصل في العام 2017 فلا نجد راتب في ظل تصاعد كبير في الأسعار والمشتقات وغيرها، والحديث يطول، ولكن أسأل الله النصر للوطن. هاشتاج أشتي راتبي. تعليق آخر، أبو الغيث يقول: أصيبت الحياة بالشلل التام اقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى التأثير السلبي على حياة المدرس من النظرة الاجتماعية، كيف تتوقع من مدرس أن يؤدي واجبه وهو خرج من المنزل وأولاده من غير صبوح وأطفاله لا يجدون مصروف المدرسة، إضافة إلى المشاكل الأسرية داخل البيت بعد انقطاع الدخل الوحيد للمدرس، هذا للأسف أصبح واقع. تعليق ثالث حول الموضوع من الأخ خالد يقول: هناك مجموعة من السلبيات وذكرها على شكل نقاط: أولا ضعف الأداء عند المعلم، ثانيا انخفاض الرغبة في التحضير، ثالثا ظهور الغياب المتكرر، النقطة الرابعة الصراعات الداخلية وعدم التركيز، النقطة الخامسة تغيرات في المظهر، النقطة السادسة استخدام وسائل أخرى لكسب الرزق تضعف شخصية المعلم. كانت هذه بعض التعليقات التي وصلتنا حول الفيسبوك. المشكلة أبو ليث أحمد يقول: المشكلة هي في هادي اللي باع كل ما يمكن بيعه حتى الكرامة. تعليقاتنا حول موضوع التأخر صرف الرواتب. الآن نعود إلى متابعة الفيديو الذي كنت أشرت إليه قبل قراءة تعليقات الفيسبوك، والذي وصلنا من إحدى المعلمات في أبيان، هي تقول رأيها عن تأثير تأخر صرف الرواتب على الحياة المعيشية اليومية للمعلم. نتابع. الصعوبة النفسية اللي عانى منها بالنسبة للمعلم، تخيل انه معلم ايش ما يكونش معه مال عشان يجيب لقمه لاولاده او عشان يلبي طلباتهم الاساسيه، بالذات لو كان معه اطفال او لو كان ملتزم بايجارات او لو كان ممكن هذا الشيء عايد على مواصلات. ايضا واجهت صعوبات بالنسبه للطالب، انه الطالب عانى ايضا زي مثل المعلم، كيف عانى؟ انه ما فيش معه اللي يسد حاجته في متطلبات المدرسة. طالب يعني بدون لبس، ما فيش معه مصروف، ما يلقاش أب الأب رب الأسرة أنه يعيله أو يكفله. طبعا هذا الشيء سبب لنا بصراحة أزمة بالذات في محافظة أبيان. أيوة، وبالتالي هذا إيش انعكس على المجتمع، لأن الفترة التعليمية أو التعليم كان متوقف وقتها، تقريبا تأخرنا في فترة بشر بسبب الإضرابات، بسبب انتكاسات. إذا تابعنا هذا الفيديو لإحدى المعلمات في محافظة أبيان، هي تحدثت عن تأثيرات تأخر صرف الرواتب. وهنا فقط نود الإشارة أنه يعني معظم المحافظات أيضا هناك تأخر في صرف الرواتب، أيضا في محافظات للأسف هي محررة وتحت سلطة الشرعية، لكن
تظل هناك تساؤلات كثيرة حول لماذا يتأخر صرف رواتب الموظفين. أبين نموذج لذلك، وكان لدينا فيديو لإحدى المعلمات. أذكر فقط بإمكانية التواصل معنا من خلال أرقام البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. هناك أرقام محلية يمكن التواصل من خلالها بالتعريفة المحلية، وأيضا هناك رقم للاتصال من خارج الوطن. وأذكر بإمكانية التفاعل المباشر معنا من خلال البث المباشر للبرنامج الآن على صفحة قناة بلقيس عبر الفيسبوك. بالإمكان الآن نذهب لمتابعة وقراءة أيضا مجموعة من التعليقات التي وصلتنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك. التعليق الأول للأخ مراد يقول: ليس استهداف للمعلمين بحد ذاتهم، بل استهداف للشعب بأكمله واستهداف للعملية التعليمية بكاملها. أولا وأخيرا لسنا مع من يهدد مسيرة جيل بأكمله، بل أننا ضد من يمس ويعرقل مسيرة جيل كامل. تعليق آخر، توفيق الحاج يقول: سياسة تجويع المواطن الهدف والمقصد حتى لسلطة الواقع التي تمارس البطش والدمار، ليس استهداف العملية التعليمية وحدها بل لحياة المواطن اليمني بشكل عام. ولهذا ما يقوم به بن دغر وبن حبتور من سياسة خاطئة ووعود لا تفي جعلت من حياة المواطن جحيم. أنا أحاول أن أقرأ التعليقات كما تصل، وأيضا بعض الأحيان الاجتهاد في التعديل. تعليق آخر أيضا من الأخ الفاضل رشاد، الفضيل رشاد يقول: سياسة التجهيل مستمرة وبشكل أكبر من ذي قبل، هنا تكمن خطورة تسييس الراتب على مختلف القطاعات وخصوصا التربويين، وتنعكس سلبا على مخرجات التعليم وتحديد وجها مستقبلا. طيب، لدينا اتصال حول الموضوع أيضا للأخ محمد من تعز. محمد، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد. محمد، أسألك من حيث التعليقات التي كانت معنا، هل تعتقد أن موضوع أزمة رواتب المعلمين مقصود؟ هل للسياسة علاقة بما يحدث للمعلمين؟ لأن البعض في التعليقات التي قرأناها يقول أن الموضوع ربما يكون يتم عن قصد بهدف تجهيل الشعب. محمد، هناك إشكالية في اتصالك الآن، هل يمكن أن تقف في مكان فيه تغطية ربما أوضح؟ أنا حاولت أن أنا اتصال سيء، حاولت أن يسمع بعض الكلمات ربما يتحدث عن وضع المعلمين النازحين. الأخ محمد أحمد من تعز، هناك تعليقات وصلتنا لنا عبر البث المباشر للأخ للأخت أم ملاك تقول: حكايات مأساوية للمعلمين والمعلمات الذين كانوا يعانوا قبل الحرب، فما بال حال اليوم؟ بالتأكيد، وسمعنا وقرأنا عن الكثير من القصص المأساوية التي حصلت للمعلمين للأسف. الأخ علي محمد إبراهيم صديق يقول: ما يمر به المواطن البسيط باليمن هذه الأيام بسبب عدم صرف الرواتب هو جريمة كبرى وجسيمة يتحمل وزرها من تسبب فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. سيد علي الحيدري يقول: المعلم قتل جوعا قبل أن تقتله طائرات التحالف. رأي الأخ سيد علي الحيدري المشعشع، مشاهد معنا، تفاعل عبر صفحتنا على الفيسبوك. بإمكانكم التفاعل والتواصل معنا سواء من خلال التعليقات على الصفحة بشكل مباشر أو من خلال التواصل عبر أرقام الهاتف وخدمة الواتساب والإيمو والمنصة. نذكر دائما لأن بلقيس صوت اليمنيين. الآن نذهب إلى المحور الثاني. إذا سنذهب الآن إلى المحور الثاني حتى نستفيد من وقت هذه الحلقة، لدينا الكثير من الفقرات. في المحور الثاني سنناقش قضية مهمة تتعلق بحاجة الآلاف من اليمنيين المقيمين أو المسافرين في مختلف الدول التي تتواجد فيها سفارات يمنية وقنصليات وممثليات دبلوماسية. موضوعنا عن الجانب الخدمي الذي يفترض أن تقوم به السفارات والقنصليات اليمنية لخدمة اليمنيين في الخارج، خصوصا الفئات الأشد احتياج لهذه الخدمات، وهم المسافرين سواء لغرض العلاج أو الدراسة، والمسافرين الذين تستدعي ظروفهم تقديم خدمات رسمية كقطع الجوازات أو ربما التدخلات في حالات قانونية وأمنية ودبلوماسية لحمايتهم. عن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي للزميل ودي عطا. اليمنيون بطبعهم شعب مرتحل لأهداف طبيعية قد تستدعي الهجرة،
كالتجارة مثلا والاغتراب المؤقت بهدف العمل، ويندر أن تجبرهم الأقدار على الهجرة ليصبحوا تحت وطأة الظروف مواطنين في دول أخرى طلبا للاستقرار المعيشي. تشير المعلومات إلى وجود نحو 6 ملايين مغترب يمني، نصفهم تقريبا اتخذوا من المحيط الإقليمي خصوصا دول الخليج مستقرا لغربتهم. على المستوى الدبلوماسي، تتبع الجمهورية اليمنية نحو 50 سفارة وأكثر من 30 قنصلية في دول شقيقة وصديقة. مؤخرا أظهر الإعلام جانبا من الإهمال والتقصير الملموس تجاه يمنيي الخارج، خصوصا المسافرين لغرض العلاج والطلاب المتضررين من انقطاع وتوقف مستحقاتهم، الأمر الذي يطرح قضية المسؤولية الأخلاقية للخارجية اليمنية والحكومة الشرعية تجاه مواطنيها في ظل الظروف الطارئة التي يشهدها الوطن، من خلال الحاجة الملحة للمتابعة أو لإنجاز بعض الإجراءات كقطع الجوازات وتجديدها وغير ذلك من الخدمات القنصلية، وهي مهام يفترض ألا تتأثر بأي ظروف لا دخل للمواطن بها. إذن تابعنا هذا التقرير عن المحور الثاني في هذه الحلقة من برنامج المنصة عن أداء السفارات والقنصليات اليمنية. ما رأيكم فيما يقدموه من خدمة للمواطنين اليمنيين في الخارج؟ بانتظار مشاركاتكم وتواصلكم لإبداء آرائكم حول هذا الموضوع، سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك وأيضا البث المباشر. الآن وصلنا بعض التعليقات من الأخ رفيق. رفيق يقول: السلام عليكم، ممكن تحكوا عن جوازات العالقين خصوصا في ماليزيا؟ لنا 5 شهور في ماليزيا عالقين لأن جوازات 2016 غير مقبولة في السفارة الأمريكية لأنها صادرة من حكومة الحوثيين والسفارة لم تجد لنا حل. أيضا مشاركة أخرى من الأخ علي حسين الأهدل يقول: شوفوا لنا حل في هوية زائر. عرضنا الموضوع في أول حلقات البرنامج وسنعود مرة أخرى لمتابعته. صلاح محرم يقول: رواتب الطلاب بالخارج كان الأسبوع سنناقشه أيضا في حلقة قادمة. أبو فكري يقول: بندغر. ماله بندغر؟ اكتب رأيك وتعليقك كامل حتى نقرأه ونشارك، وأذكر المنصة لأنه بلقيس صوت لليمنيين جميعا. نذهب الآن إلى قراءة بعض التعليقات التي وصلت حول موضوع أداء السفارة والقنصلية اليمنية وتفاعلها مع قضايا اليمنيين بالخارج. وأول مشاركة هي من الأخ راجع عمار يقول: للأسف أعتقد أن السفارات اليمنية في الخارج معظمها بيد الانقلابيين، كون الحكومة لم تقم بأي تغييرات للسفراء، معظمهم تابعين للمخلوع، كذلك طواقم العمل فيها لا تزال تأتمر بأمر الانقلابيين، والدليل ما يعانيه الطلاب المبتعثين في الخارج وأيضا المرضى. على الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الخارجية سرعة البت بالتغيير، ما لم فالمشاكل ستتفاقم أكثر مما هي عليه. أعتقد أنه حصلت بعض التغييرات والتعيينات. تعليق آخر يقول الأخ محمد الأحمدي: واجبات السفارات في الخارج تمثيل اليمن أمام العالم ورعاية مصالح اليمنيين، وإن كانت تحولت للأسف إلى نوع من الفيد كأشياء كثيرة يتقاسمها الفرقاء في اليمن. هناك نماذج جيدة للسفراء في الخارج، لكن من حيث الجملة السلك الدبلوماسي اليمني لا يزال يعاني الكثير من الترهل والمحسوبيات، وأداؤه ضعيف، ربما انعكس لضعف وهشاشة الدولة عموما. هناك قصور كبير يشكو منه اليمنيون في الخارج ويتفاوت من سفارة إلى أخرى. طيب، لدينا اتصال من الأخ محمد من الخرطوم السودان. أهلا بك أخ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله. تفضل أخ محمد، الكلمة لك، وحدثنا عن تعليقك ورأيك في هذا الموضوع. كيف تنظر لدور السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج؟ هل حصل واحتجت للسفارة والقنصلية وكيف تجاوبوا معك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي البداية نحب نقدم شكرنا الكبير لقناة بلقيس التي تهتم بقضاياها الاجتماعية أكثر من القضايا السياسية. إحنا هنا في دولة السودان عاصمتها الخرطوم نحيي الدولة ونشكرها على ما تقدمه من تسهيلات. أما سفارتنا جزاها الله خير، رغم ما تقدمه من خدماتها البسيطة إلا أننا نطلب منها الكثير. يعني هناك أشياء لا تستطيع أن تقدمها السفارة بحجة أن هناك انقطاع بينهم وبين الحكومة الشرعية. يعني مثلا لو نضرب مثلا بمشاكل الطلاب اللي هم دراسات عليا، مشاكل الطلاب اللي هم دراسات عليا بينهم وبين التعليم العالي لا يمكن أن يكون هناك اتصال مباشر. ما في اتصال مباشر بين السفارة اليمنية هنا والتعليم العالي اليمني اللي هو في صنعاء، بالتالي يصعب
على كثير من الذين يأخذون شهادات من اليمن. يعني مثلا الإخوة الذين حصلوا على شهادات قديمة أيام المعاهد، يعني مثلا معهد الجند، معهد الحديدة في مدينة الحديدة، هؤلاء عندما رفعت كشوفاتهم إلى التعليم العالي عام 2005 وأغلق ملف المعاهد العالية، المعاهد العالية مش المعاهد العلمية اللي هي الثانوية، المعاهد العالية. بالتالي الآن أي طالب يريد أن يقدم ملفه إلى التعليم العالي السوداني يقولون دولتك أو التعليم العالي اليمني لم يرفع هذه الكشوفات إلى السفارة اليمنية الموجودة الآن في الخرطوم. الآن عندما يأتي الطالب يرفع هذه القضية إلى السفارة اليمنية يقول لك طيب كيف أرفع أنا هذه القضية إلى التعليم العالي اليمني اللي هو في صنعاء؟ طبعا يعني احنا ممكن نعذر السفارة اليمنية هنا في الخرطوم، لكن نحن نطالبها الآن كحالة استثنائية أن تطالب الحكومة الشرعية، يعني مثلا وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي باستطاعته أن يقابل أو يقدم ورقة استثنائية لرئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يخاطب السفارة اليمنية، يمكن اعتماد هؤلاء الطلاب لأن الطلاب الآن عالق. طيب لكن هذه حالة فردية يا محمد، يعني وزير الخارجية سيعمل استثناءات في كل المواضيع، ربما هناك بعض الأشياء الصعبة والمعقدة في ظل الوضع الحالي. طيب هو احنا فقط نطرحها كقضية استثنائية، إذا لم يمكن يمكن معالجتها بطرق أخرى، يعني احنا ما نشملهم على شيء معين. إضافة طيب. إلى ذلك يعني هذه بس القضية البارزة الآن قضية طلابية علمية. طيب شكرا جزيلا لك محمد. يعني إذا ممكن نتحدث الآن ولا طيب بشكل سريع محمد ممكن تتحدث في نص دقيقة حتى ننتقل لاتصال آخر. جوازات أيضا قضية عامة، يمكن مش عندنا بس في السودان، تجديد الجوازات الآن أصبحت فيها صعوبة، يعني أنت من يعني مثلا إذا عندك جواز قديم، قضية إضافة الأولاد الآن الإخوة الذين يخرجوا من اليمن إلى السودان. طبعا أعطيك المعلومة المهمة في هذا أن السودان هي الدولة الوحيدة التي صارت تستقبل اليمنيين، ومن السودان ينطلق جميع الإخوة. طيب واضح، ما مشكلة الجوازات بس بشكل عملي، ما مشكلة الجوازات؟ لحظة بس أوضح لك مهمة، سفارة الخرطوم عليها إلقاء، يعني الآن ملقى عليها كاهل كبير جدا، وهو أن جميع اليمنيين الذين يخرجون من اليمن على طول جايين السودان، بالتالي سفارة اليمن في الخرطوم يجب أن تبقى رعاية كبيرة جدا، يعني الإخوة اللي عايز يسافر. طيب يعني أنت لن تتوسط للسفارة في السودان. طيب شكرا جزيلا لك، هذا واجبهم ودورهم، وهم قدرهم أنهم في السودان، وبالتالي السودان هي الدولة الوحيدة لاستقبال اليمنيين، وبالتالي هناك ربما ضغط يجب النظر ومراعاة ذلك في السفارة اليمنية في السودان، لكن أن يقدر أي سفارة هو بالأساس السفارة والقنصليات واجبهم خدمة اليمنيين أينما كانوا، وهذه هي وظيفتهم. اتصال آخر، عبدو من الخرطوم. أهلا يا عبدو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل عبدو. مرحبا، قناة بلقيس. أنا قضيتي يا سيدي قضيتي هي أن معي منحة تبادل ثقافي من جمهورية تونس، وتأخرت في اليمن بسبب ظروف الحرب وعدم وجود مطارات، ولما جيت السودان قبل 3 أشهر أحاول أدخل تونس قالوا لابد من تجديد الترسيم لأن الفيزا اللي انتهت. طيب من أين تجديد الترسيم؟ قالوا من الرسالة من السفير التونسي، من السفير اليمني في تونس. تمام، تواصلت السفير اليمني في تونس ما رضي يعمل رسالة، قال لابد رسالة، لابد أن تأتي بمذكرة من الجامعة حتى أتخاطب مع الجهة. طيب ما الذي يمنع أن تأتي بمذكرة؟ أحضرت مذكرة من النائب رئيس الجامعة في البداية، فعندما رأى المذكرة قال لا أريد مذكرة من نائب رئيس الجامعة، أنا أريد مذكرة من وزارة التعليم العالي. طيب أحضرنا مذكرة من الجامعة، رجعنا وقلنا يخاطبوا وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم العالي عمل تحت المذكرة حتى الجامعة توجيه للسفير التونسي بأن يسهل أمري، فالسفير التونسي رفض الأمر يعني بالمرة. ماذا كان عذره هذه المرة؟ السفير اليمني قال
احضر لي مذكره من مكتب الوزير خاصه، تكون من مكتب وزير التعليم العالي، موجهه الي مباشره، او ابتعاث جديد. طيب الابتعاث الجديد موقف. طيب وانت المذكره اللي قدمتها صادره عن من ومن من؟ مذكره من رئيس الجامعه الان، مذكره من رئيس الجامعه تخاطب السفيره اليمني في تونس، مذكرة من أيضا من الجامعة تخاطب وزير التعليم العالي. طيب نتمنى على السفير اليمني في تونس إذا كان يستطيع خدمتك أن يتفاعل مع قضيتك، وأيضا هو طلب منك بعض الإجراءات ربما هي تكون في إطار الروتين. طيب كلمة أخيرة لك أخي قبل أن لكن هو في حتى يقول لابد من ابتعاث جديد. أنا المنحة حقي يعني تبادل ثقافي ومعي قبول نهائي، وكل اللي يطلبها الاخوه في تونس انهم رساله من السفاره فقط، قالوا رساله من السفاره ونحن نيسر لك الامر حتى. طيب هذه مناشده من على الهواء مباشره للسفاره اليمنيه في تونس. يتفاعل معي. يتفاعل ان شاء الله، يتفاعل معك السفير اليمني في تونس، وهي رساله مباشره له. طيب بعض التعليقات التي وصلتنا في البث المباشر قبل ان نستقبل اتصال اخر، يقول الاخ علي محمد ابراهيم انه لو نخصص فقره تناقش الأضرار التي نتجت بعد إغلاق منفذ الطوال لليمنيين والمغتربين خصوصا، إن شاء الله سنخصص هذا الموضوع. وربما كان في الأسبوع الماضي خبر عن اتفاقية وقعت بين الجانبين اليمني والسعودي لتسهيل حركة اليمنيين والبضائع بين المنفذين شرورة و... طيب نتابع الآن على الشاشة معنا بعض المشاركات التي وصلتنا حول هذا الموضوع عبر الواتساب. المشاركة الأولى نتابع في كل أنحاء العالم هو متابعة قضايا مواطنيها أو القيادات التي في تلك الدول، أيضا تذليل الصعاب لهم، متابعتهم في كافة شؤونهم خاصة المبتعثين الطلاب، متابعة أمورهم، تسهيل كل ما يعيق عملهم أو دراستهم. نتمنى من سفارة بلادنا أن تقوم بتلك الواجب كما يقوم بها معظم سفارات دول العالم لمواطنيها. ينبغي أن تنشط السفارات اليمنية في الخارج من دورها تجاه المواطنين اليمنيين، خاصة في بعض البلدان يواجه المغترب اليمني والمدرسين والطلاب يواجهون مشاكل كثيرة، و دائما ما يتظلمون من ان هناك تجاهل لقضاياهم وعدم تذليل الصعاب امام معاملاتهم. في السعوديه هناك الكثير من المواطنين لا يعرفون اشياء كثيره وكيف سيتم تذليل الصعوبات امامهم. في الكثير من في الاردن، في الهند، في كثير من الدول يواجه الطلاب اليمنيين والناس الذين يبحثون عن العلاج مشاكل كثيره، ولهذا نطالب من السفارات اليمنيه في الخارج خاصه في هذه الظروف ان تقوم بواجبها تجاه المواطن اليمني وان تدلل كافه الصعاب امامهم. واجب السفارات اليمنيه ظهر مؤخرا تجاهل كبير للسفارات اليمنيه باتجاه الطلاب يطردون من داخل السفارات وكانها لا تمثلهم. ثانيا الجانب المالي، لم يتم تسديد رسوم الطلاب، فهذا هو من العيب على السفارة اليمنية، ونطلب من الحكومة أن تضغط على السفارات لتقوم بدورها. إذن هذه كانت بعض التعليقات التي وصلتنا حول موضوع أداء السفارة والقنصليات وتفاعلها مع قضايا اليمنيين في الخارج. لدينا اتصال من روسيا الأخ يوسف. يوسف أهلا بك. اهلا عزيزي، في البدايه احب ان اشكركم على هذا البرنامج الرائع الذي يطرح ويناقش المشاكل اليمنيه في الخارج. ساتكلم عن وضع سفاره بلادنا في موسكو، وعن ابرز المعضلات التي يواجهها الطالب اليمني خصوصا واليمني بشكل عام. تتمثل هذه المعضلات اولا ان موظفي السفاره لا يلتزمون بالدوام المحدد، يعني يستيقظ الموظف في وقت متاخر جدا حوالي الساعه 12 ظهرا، يداوم حتى الثالثة عصرا، ويغادر السفارة قبل انتهاء الدوام المحدد. أحب أن أطرح رسالة مهمة أيضا، أن على ضرورة مخاطبة الجهات المعنية برفع كشوفات المستحقات المالية للطلاب، لأن هناك كثير من الدعوات الآن
خصوصا من بعض الذين ابتعدوا مؤخرا منذ ان اسقطت ميليشيا الانقلاب الدوله والعاصمه في 2014، وصار ما يقارب 200 الى 300 طالب بدون مفاضله يتبعون جماعه الحوثي، وبالتالي الان يريدون ان يستغلوا تاخر الحكومه الشرعيه في صرف مستحقات الطلاب لعمل احتجاجات امام السفارات لتشويه، خصوصا في روسيا، لتشويه سمعات الشرعيه. طيب نقطه اخرى، ايضا نطالب وزير الخارجيه الدكتور الوزير الخارجيه الاستاذ عبد الملك المخلافي بتشكيل لجان للبحث في قرارات الابتعاث والنظر فيها. الطالب الذي يستحق المنحه يظل، والطالب الذي ابتعث بغير وجه حق اعتقد هذا يشكل عبء على الدوله. طيب شكرا جزيلا لك يوسف من موسكو. ايضا بعض التعليقات في البث المباشر، الاخ محمد النجري يقول لنا 5 أشهر في الاردن لم نستطيع ان نعود لليمن بسبب الجواز منتهي ولا يوجد تجديد. يفترض ان يتم تجديد جوازك او حتى اصدار جواز جديد، سواء من سفارتنا في الاردن او ايضا من السفارات، ربما هناك سفارات مركزيه تصدر جوازات في الرياض كما اعتقد. وايضا هناك مشاركة من الأخ سيد علي الحيدر يقول ليش يا أستاذ سامي ما تقرأ تعليقي، ليست قناتكم حرة. قرأت تعليقك يا صديقي وعد للحلقة وتابع، قرأت التعليق في البداية. بلقيس صوت لكل اليمنيين. محمد النجري يقول أيضا ذكرنا سعر التذكرة 800 دولار. طيب الآن بنقرأ مجموعة من التعليقات أيضا وصلتنا عن نفس الموضوع عبر صفحتنا في الفيسبوك، عبر موضوع السفارات والقنصليات وأدائها وتفاعلها مع قضايا اليمنيين. الأخ أحمد يقول السفارة تتولى حماية مواطنيها من الإجراءات التعسفية والتصرفات الظالمة التي تقع عليهم من السلطات المحلية، ويشترط للحماية الدبلوماسية 3 شروط، هي أن يكون الشخص الذي وقع عليه الظلم من رعاية الدولة المطالبة بالحماية، أن يكون قد استنفذ جميع الحقوق القضائية المحلية دون أن يستطيع الحصول على حقه. النقطة الثالثة أن يكون صدر من الفرد ما يعتبر مخالف للقانون الدولي أو القانون الداخلي للدولة. لذا قبل لوم السفارة أو أحد موظفيها عن التقاعس في أداء أعمالهم، يجب التذكر أن عمل السفارة مقيد بقوانين الدولة المضيفة ولا يمكن لها التعدي على هذه القوانين وتجاوزها. فلا يتصور مثلاً أن مواطن يمني في دولة ما يتعامل مع أشخاص مشبوهين أو يدخل في تعاملات غير قانونية فيتعرض للنصب أو الاحتيال ويطلب من السفارة إنقاذه ومساعدته لاسترداد أمواله، في حين أن التعامل أو التصرف الذي قام به غير قانوني في الدولة المضيفة، ومن ثم يحمل السفارة مسؤولية أخطائه أو أن يتهمها بالتقصير. كما لا يتصور أيضا أن يطلب المواطن من السفارة طلبات هي خارج أصلا عن نطاق عملها، كعمل حجوزات السفارة أو خصومات فنادق وما شابه. والنتيجة التي نريد الوصول إليها هي أن السفارة منوط بها خدمة الرعايا اليمنيين ومصالحهم في حدود التقيد بقوانين الدولة المضيفة، ويجب عليها القيام بكل ما تستطيع تجاه ذلك، وأي نقد موجه لها يجب أن يكون موضوعيا وفي حدود مهام السفارة. وفي نفس الوقت ربما التعليق طويل، لكن هو يعني ذكر مجموعة من النقاط المهمة، ربما أيضا نحن نذكر ما لا وما على السفارات والقنصليات. الأخ منصور يقول هل يوجد سفارات في الخارج تخدم المواطن؟ هناك فساد منتشر في جميع السفارات، هناك تعسف، هناك وساطات، هناك عمل أخذت جوازات دبلوماسية، عمال أخذت جوازات دبلوماسية وجوازات خاصة لأنها قريبة من فلان المسؤول، هناك معاملة تمشي الفلوس. هذا كلام خطير إذا كان في ناس عاديين يحصلوا على جوازات دبلوماسية وجوازات خاصة. هناك دول ممنوع دخول اليمنيين، أين دور وزير الخارجية؟ أين دور السفير الذي يمكن ما يدام في السفارات؟ بلاده في الخارج تشتغل غير سفارات العالم، تشعر أنك إنسان، لكن في سفارة اليمن في أي دولة تشعر بإهانة وعدم تقدير بأنك مواطن. حفظ الله الوطن وشكر قناة بلقيس. تعليق أخير أيضا حول هذا الموضوع، الأخ يماني تيسير يقول السفارة اليمنية في الخارج جزء من منظومة الفساد وغول المحسوبية، عائلة واحدة تنهش في جسد اليمنيين داخليا وخارجيا، السفراء أبدا لم يخدموا أبناء بلدهم في أي دولة بل زادوهم خذلانا بسبب فسادهم. تعليقاته مهمة، لكن هو الأفضل أن تكون هناك بعض الدلائل والوثائق ربما والحديث عن أشياء تفصيلية. لدينا اتصال. طيب الأخ عمر الشرعبي، تفضل أخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. نتقدم احنا رابطة الطلاب اليمنيين الدارسين بالخارج بكل الامتنان والتقدير والاحترام لقناة بلقيس التي دائما تتناول قضايا الطلاب بشفافية
اولا ونشكر الاخ الاستاذ سامي السامعي على تناولها القضايا بشكل عام. اول كلامي اريد ان اعرج عليه، هناك المشاكل كانت كثيره ومتراكمه على مستوى الطلاب في كثير من الدول ومنها جمهوريه مصر العربيه. طبعا المشاكل حلت بشكل تعتبر بشكل كبير في بعض الدول ومنها مصر، حوالي 80% من الاشكاليات حلت. والاخ الاستاذ الدكتور السفير محمد مارن لقد حل الكثير من المشاكل والاشكاليات التي كانت متراكمه منذ فتره. سامعني استاذ؟ اسمعك عمر، يعني لو توجز وتتحدث بشكل مباشر عن القضيه التي تريد الحديث فيها، تفضل. طبعا معنا هي ثلاث قضايا، يعني اول قضيه هي قضيه تذاكر الطلاب التي تفضلت السفاره اليمنيه بالمتابعه المستمره والحثيثة لها حتى اخرجت، لكن هناك اشكاليه اريد ان اعرج عليها، هي اشكاليه تحديد الفتره للسفر. طبعا السفاره الزمت اليمنيه تحديد السفر خلال شهر، وهناك بعض الزملاء لديهم اولادهم في المدارس والبعض لدى اسرهم عارض صحي لا يستطيعون السفر في ذلك الوقت خلال شهر، مع ان اليمنيه لم تعارض ولم تمانع من اعطاء فتره لمده 6 شهور حتى يستطيع الطالب ان يجهز ورقه وان يجهز ورق اولاده للسفر. اما القضيه الثانيه اريد ان اعرض عليها. طيب عمر، قبل ان تتحدث في القضيه الثانيه، عمر حتى قبل ان تتحدث في القضيه الثانيه، هذه هي القضيه هي وصلتنا وان جميل انك اثرتها، وربما الان نستعرض من خلال الشاشه بعض المذكرات حول هذا الموضوع قبل ان تتحدث في القضيه الثانيه. هذه ربما هي رسالة من رابطة الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج إلى رئيس الوزراء، يقولون نتقدم نحن الطلاب الخريجين المبتعثين لدى جمهورية مصر بكل الامتنان وإسهامكم المباشر في صرف التذاكر الخاصة بنا، لكن لا يوجد هنالك إشكالية، يوجد هناك إشكالية تمثلت في أن السفارة اليمنية بالقاهرة ألزمت الطلاب بالحجز والسفر خلال شهر دون مراعاة ظروفنا، مع العلم أننا مضينا سنة ونصف منذ تخرجنا وانتظرنا كل هذه المدة حتى صرف التذاكر. نعم تمام، هذه رابطتنا وأنا متولي القطاع الإعلامي فيها، هذه رابطتنا ونحن اللي أصدرنا هذا البيان. تمام، وهذا الرفض. طيب انتم الان المطلوب الان انكم تطلبوا الان موضوع انه يتم التاجيل الى شهر يوليو حتى ينتهي اولادكم من الدراسه. بالضبط، وطبعا اليوم اريد ان اطلعك ان اليوم اجتمعنا احنا كقياده الرابطه مع الدكتور محمد مارن سفير الجمهوريه اليمني، واعطى لنا توجيهات للرئيس الفريق السياسي بالسفاره اليمنيه للجلوس معه، واصدار التماس للداخل والى اليمنيه لاعطائنا فرصه بحسب الظروف الخاصه بنا، ونرجو ان يتم التنفيذ على ارض الواقع باذن الله. صدر التوجيه اليوم. طيب نتمنى ان يتم مراعاه ان يتم التنفيذ على ارض الواقع باذن الله. ان شاء الله مهم ان يتم التفاعل في هذا الموضوع، خصوصا من لديه اطفال يعني في المدارس حتى انتهاء دراستهم. وهذه بعض المذكرات ايضا التي هي الان على الشاشه، يسر سفاره الجمهوريه في القاهره ان تعلن بنها الطلاب الخريجين التفاهم بين سعاده السفير وقياده الخطه الجويه على البدء في عمليه الترحيل ابتداء من يوم الثلاثاء 21 فبراير بواقع 10 مقاعد على كل رحيل الى سيئون وعدن. تمام، شكرا لك عمر، تريد كلمه اخيره قبل ان نختم معك؟ لا اريد كلمه اخيره، وانما هناك قضايا اخرى نريدكم ان تطلعوا عليها فيما بعد. تفضل. قناه بلقيس، ونشكرك شكر خاص استاذ سامي السامعي، نشكرك شكر خاص وقياده الرابطه تقدم لك بالشكر الخاص يا استاذ سامي. طيب عمر، في دقيقتين ممكن ان تذكر قضيتين بشكل سريع بما انها تختص باداء السفاره والقنصليات، تفضل. هناك إشكالية طبعا هي الطلاب الدارسين في سوريا لم يتطرق لها لا حكومة الحوثيين وصالح في اليمن ولا الحكومة الشرعية، الطلاب هناك مهمشون لا أرباع لديهم ولا رسوم، وإلى يومنا هذا لم تحل قضية من أي طرف. هذا أول موضوع، والموضوع الآخر هي الاستمرارية. طبعا كل هذه الاستمراريات الطلاب الجامعات التي أصدرت لهم قرارات ايفاد اكاديميه ولم يصدر لهم التعزيز المالي من قبل الحكومه ووزاره الماليه اليمنيه في الحكومه الشرعيه. طبعا كل هذه القضايا يعني تتمثل لها او يكون لها بعدين، البعد المكاني والبعد الزمني، البعد المكاني الذي يتم فيها المراجعه القرارات او مراجعه التوجيهات التي هي في الرياض، والبعد الزمني الذي يحتاج الى وقت طويل في التنفيذ من قبل الحكومه الشرعيه. المشكله طبعا ان اللجنه المشكله
المشكله لحل قضايا الطلاب دراسه الدكتور عبد الملك المخلاتي لم تعالج اي قضيه، وانما بالجهود الشخصيه من قبل سفيرنا محمد نارف وبعض السفارات ومن قبل التدخل العاجل من قبل الاستاذ الدكتور احمد عبيد من تغ رئيس الوزراء لحل بعض القضايا، اما اللجنه طيب المشكله لم تحل اي قضيه الى يومنا طيب هذا. شكرا لك عمر على ما طرحته من مواضيع، ونتمنى الان يتم التفاعل مع موضوعكم المهم في نسبه تاجيل السفريات للطلبه الذين اكملوا دراستهم حتى ينتهي اطفالهم من الدراسه. اتصال اخر. الاخ عبد الله. شكرا جزيلا. اتصال اخر. اخ عبد الله لو سمحت يعني تطفي صوت التلفزيون وتحدثني من الهاتف حتى التاخير في الصوت. الو انت على الهواء اخي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله. انت على الهواء تفضل اذا كانت لديك مشاركه حول هذا الموضوع اخي عبد الله. يا اخي انا بشارككم عن الحج. عن مشكله الحج ممكن نتطرق له في الحلقات القادمه، ما هو الموضوع والمشكله؟ طيب هو كان يريد أن يتحدث عن مشكلة الحج، ربما نتطرق لهذا الموضوع في الحلقة القادمة. الآن سنشاهد معا مقطعين هم لنموذجين من معاناة اليمنيين في الخارج للأسف، أحدهم لمسافر يمني عالق في مطار القاهرة وآخر لجريح يمني واجه إجراءات معقدة في عمان بالأردن. نتابع. أخذونا من الفندق الله يلحقكم خير، شوفوا العوائل شوفوا الشمود شوفوا احنا في الشارع، احنا يمنيين يعني احنا سفارة وبه لليمنيين الله ترمي عائلته على الشارع واتقوا الله. طالب السفارة انه يواصلوا العلاج، وقفوا العلاجات علينا كاملة. أنت الآن عادك ما تعالج إصابة بوقاك. ما تعالج شغلة. كي إصابة اللي بوقاك؟ كي فشت؟ هذا أحد الجرحى الآن لم يتعالج. تابعنا هذين المقطعين، ربما يعني لا نعلم ما هي الأسباب، ربما الأخ الذي كان مع عائلته في مطار القاهرة عن ماذا كان يتحدث وماذا كان يطلب من السفارة، وهل السفارة قادرة على خدمته أم لا، لأنه ليست كل المشاكل ربما هي السفارة ملزمة فيها، ربما هناك بعض المشاكل الشخصية أو التقصير من جانب الأشخاص أنفسهم، بالتالي لا يتم تحميل السفارة والقنصلية مسؤولية. ربما الأخ الجريح في الأردن يتحدث عن أنه توقف عنه العلاج قبل أن يستكمل هذا العلاج من قبل السفارة، ربما نتمنى أن يحدث تفاعل مع قضيته وقضايا الجرحى وهم يتواجدون في أكثر من عاصمة خارج البلاد. الآن وصلنا لفقرة أنت المراسل، هذه الفقرة التي تصورون فيها أنتم ما يلفت انتباهكم من قضايا وربما مشاكل تحبون إثارتها وعرضها من خلال فقرات برنامج المنصة وتحديدا فقرة أنت المراسل. نستقبل مشاركاتكم طوال الأسبوع عبر عناوين البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. المشاركة الأولى وصلتنا وهي متعلقة بالمحور الأول للحلقة عن أزمة المعلمين. الأخ غالب عايش مقبول معلم من بيت الفقيه في محافظة الحديدة، تفاعل بشكل إنساني مع حالة طلابه الذين تأثرت معيشتهم بالظروف الراهنة، فقام بتأسيس مبادرة خيرية لتوفير وجبات إفطار للطلاب الذين حالت ظروفهم الأسرية عن توفير ذلك، تعاون مع بعض المحسنين وتوسعت خدماته لتشمل طلاب 8 مدارس في أكبر مديريات محافظة الحديدة. المعلم غالب مقبول لخص لنا مبادرته في المقطع التالي. نتابع. المشاهدين جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم مسؤول مشروع إفطار الطالب المدرسي، سأتحدث إليكم عن هذا المشروع وأدعو الجميع إلى التفاعل معه ودعمه بما يستطيع لأن فيه الخير لأبنائنا الطلاب. قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فلنساهم جميعا في إطعام الطعام في هذا المشروع الذي يستهدف الطلاب الأشد فقرا والأيتام المعدمين الذين يذهبون إلى المدرسة ولا يجدون مصروفهم اليومي. الحمد لله بدأت هذا المشروع بـ20 طالب في مدرستي، والآن الحمد لله أصبحنا نغذي 400 طالب من 8 مدارس، ولله الحمد والشكر، وشكرا لجميع فاعلي الخير والمحسنين الذين تبرعوا من داخل اليمن أو خارجه لهذا المشروع من أبنائنا المغتربين. طبعا هذا المشروع الإنساني العظيم انبثق منه مشروعين، مشروع سقي الماء لطلاب المدارس انتقلت به إلى
شراء خزانات إلى هؤلاء المدارس الثمان، ثم تبرعنا لهم بثلج يوميا وكذلك الماء وجدنا لهم. الآن نريد من يساهم في الخزانات الكبيرة لهذه المدارس حتى نستطيع أن نملأها بالماء، وكل شيء إن شاء الله في ميزان حسناتكم. وكذلك المشروع الثالث السلال الغذائية لأسر هؤلاء الأطفال، والحمد لله هناك بعض الحالات وصلنا لها سلال غذائية والحمد لله رب العالمين. ونشكر جميع من تفاعل معنا في هذا المشروع ودعم هذا المشروع. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا إذن هذه المشاركة التي وصلتنا من الأخ المدرس الأخ غالب من الحديدة، يتحدث عن مبادرته وتوزيع غذاء ربما للطلاب في المدارس وأيضا مشاريع أخرى. هذه هي الفقرة التي نريدكم التفاعل معنا فيها مشاهدين الكرام بتصوير ما يلفت انتباهكم وأيضا مواضيع ومبادرات ربما تكون أشياء إيجابية وتبعث على الأمل. طيب محمد، وصلتنا من سمير محمد يحيى أحد شباب الحديدة عن الذكرى السادسة لما يسمى بالهبة التهامية، نتابع. يوم من الدهل لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعته الآيات السمراء. لم يكن يوم الخامس عشر من مارس 2012 يوما عاديا، بل كان يوما للكرامة، يوم اصطفت فيه تهامة صفا واحدا، صوتا واحدا، هدفا واحدا، وراية واحدة. من رحم ثورة التغيير الشبابية الشعبية السلمية 2011، وبعد كسر هيبة الصنم المستبد ووأد مشروع التوريث للأبد، انبثق المارد التهامي الأسمر من بين ركام السنين ليكسر حاجز الصمت الذي فرضه المركز المتسلط. هنا قبل 5 سنوات وقف التهاميون على مشارف المستقبل ليبشروا الأجيال بزمن استعادة الهوية، ليقولوا لكل اليمني بل وللعالم بصوت واحد: كفى طغيان وكفى تجاهل. ها نحن لنا هويتنا ولنا تاريخنا وثقافتنا. من هنا نمد يدا للسلام في إطار شراكة وطنية وفي ظل يمن اتحادي تسوده العدالة. عاش التهامة حرة نقية أبية. خاص لبرنامج المنصة قناة بلقيس. إذن كانت هذه فقرة أنت المراسل هذا الأسبوع. فقط قبل أن نختم الآن وصلتنا بعض المشاركات عبر البث المباشر. الأخت مي منور تقول لو نعمل موضوع حول اختطاف الأطفال بإمكانك إرسال لنا بعض التفاصيل وسنثير الموضوع في حلقات البرنامج. أيضا الأخ عبد الوهاب وأخ آخر مختار يتحدث عن أهمية أن نناقش موضوع الطلاب في الخارج ومشاكلهم، بالتأكيد ستكون لها وجود معنا في الحلقات القادمة. شكرا أيضا موضوع الحج ومشاكل أخرى. تفاعلوا وتواصلوا معنا خلال الأسبوع، ووصلنا لنهاية هذه الحلقة مضغوطين بالوقت. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، وأذكر المنصة لنا بالقصة اليمنية. كونوا بخير.